نشرة مفصلة للأخبار نستهلها بالعناوين. لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة. السيد نصر الله للميادين: لدى المقاومة قدرة بحرية دفاعية وهجومية كافية لردع العدو، وتل أبيب لن تستطيع استخراج النفط قبل حصول لبنان على حقوقه. السيد نصر الله للميادين: سوريا منفتحة على العلاقة مع حماس، ويقول إن حزب الله مع الشعب اليمني وليس وسيطا بين أنصار الله والسعودية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن ما حصل على خلفية قضية المطران الحاج لن يبقي دولة ولا مؤسسات ولا قضاء، وهو مسار خطير وليس لحزب الله أي علاقة بالقضية ولن يتدخل فيها. بدء عمليات الفرز بعد إقفال صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور في تونس، ونسبة التصويت تتجاوز 21%. أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حوار 40 عبر الميادين أن لدى المقاومة قدرة بحرية دفاعية وهجومية تكفي لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة في مواجهة العدو الإسرائيلي. نحن لدينا قدرة بحرية ما بدنا نبالغ، قدرة بحرية ما كافية لتحقيق الردع المطلوب وكافية لتحقيق الأهداف المنشودة. هلا قد ايه بدك تتصور حجم الموضوع؟ فيك تتوسع وفيك تضيق. دفاعية كلها؟ لا، شو دفاعية، هجومية. دفاعية هجومية لما بتحكي عن ردع وتحقيق أهداف يعني دفاع وهجوم، مش بس دفاع. هل نحن قادرون أن نردع، أن ندفع العدو، أن نضرب أهداف في بحر فلسطين المحتلة كاملة في أي مكان من هذا البحر؟ نعم، نحن لدينا القدرة. السيد نصر الله قال أنه إذا بدأ استخراج النفط والغاز من حقل كاريش في أيلول المقبل قبل أن يأخذ لبنان حقه فنحن ذاهبون إلى مشكل. نحن الوقت مش مفتوح، الوقت هو لأيلول. ليش لأيلول؟ مش أنا عم خمن لأيلول، لأنه الإسرائيليين قالوا أنهم سيبدأون باستخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول. إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول ولبنان بعد ما أخذ حقه، يعني رحنا على المشكل. فماذا سنفعل؟ بتشوف يومتها. هلا حقول شو بدنا نعمل. يعني يمكن أن تضرب منصات إسرائيلية فعلا؟ شوف، نحن حطينا هدف، وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه بدون أي تردد. الأمين العام لحزب الله أكد أن الدولة اللبنانية أمام فرصة تاريخية للاستفادة من حقوقها البحرية، وشدد على أن صواريخ المقاومة الدقيقة قادرة على الوصول إلى أي هدف إسرائيلي في البر أو البحر. ما تريده الدولة اللبنانية، في عندها فرصة تاريخية أن تحصل عليه الآن وليس غدا فقط. إذا هاي الفرصة ضاعت مش معلوم. طيب شو المعادلة اللي عم نحكي عنها؟ هذا الحقوق، ترسيم الحدود البحرية وكل بلوكات تبعنا بلبنان واستخراج النفط والغاز ومجيء الشركات الممنوعة والمهددة بالعقوبات لتعمل في لبنان مقابل استخراج النفط من كاريش ومما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش، يعني كل الحقول. نحن سواء في البحر أو في البر، أي هدف، يعني بتعبير آخر، لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة. السيد نصر الله دعا اللبنانيين إلى الثقة بالمقاومة وما تملكه من قدرات قادرة على إخضاع إسرائيل لإرادة لبنان إذا ذهبت الأمور إلى الحرب، مضيفا أن قرار الحرب أصبح عند الإسرائيليين. إذا ذهبت الأمور إلى حرب، أنا أقول للبنانيين يجب أن يكون لديهم أولا ثقة بربهم، ربنا جميعا يعني،
وأن يكون لهم ثقة بهذه المقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على هذا العدو. ما حدا حابب، يعني لما نحكي بالحب أن والله حدا رغبته يعمل حرب أو يذهب إلى الحرب. نحن دائما كنا نقول نحن لا نبحث عن الحرب، لا نريد الحرب، ولكن لا نخشاها، وإذا حصلت نحن رجالها ونحن أبطالها ونحن لا مش هيك. والآن نحن شو عم نقول؟ عم نقول نحن سنمنع إخراج النفط والغاز الإسرائيلي ما لم يسمح للبنان باستخراج النفط والغاز الإسرائيلي، ولو أدى لبنان. ذلك إذا لم يسمح للبنان ولو أدى ذلك، مش إنه نحن رايحين نعمل حرب، عم نقول ولو أدى ذلك إنه بياخد على الحرب، منروح على الحرب. طبعا هون قرار الحرب صار عند إسرائيل مش عنا. ومعنا من بيروت الكاتب في الشؤون السياسية يونس سعودي، أهلا وسهلا بك سيد يونس. حوار الأربعين طبعا كثير بنقاطه، ولا شك الأسئلة كثيرة، سأحاول الانتقاء وأبدأ بالحديث عن نقطة قدرات المقاومة المتعاظمة. في كل مرة يطل فيها السيد حسن نصر الله يتحدث عن قدرات، هذه المرة أشار إلى قدرات جديدة دفاعية وهجومية بحرية لدى المقاومة. كيف قرأتم هذه الكلمات وكيف يتعين على الدولة والشعب في لبنان الاستفادة منها واستثمارها والثقة بها أيضا في هذه المرحلة الحساسة؟ يعني بلا شك أن اللقاء بشكل عام هو لقاء تاريخي بمناسبة تاريخية في تاريخ لبنان، وأثبتت التجربة أن كل ما يصدر من كلام عن سيد المقاومة هو كلام واقعي ويترجم في اللحظة التي تراها المقاومة مناسبة. وما قاله السيد حسن اليوم عن قدرات المقاومة تماما مثل ما قال عام 2006 عندما بدأت الحرب والعدوان الإسرائيلي بأنكم ستهزمون، يعني ستهزمون، وهو يعني يركن إلى القدرات التي راكمتها المقاومة والتجارب التي راكمتها المقاومة خلال كل تلك السنوات. اليوم نحن أمام مرحلة تاريخية لإنقاذ لبنان، وبالتالي اليد التي يمكن أن تلوي ذراع العدو موجودة، وبالتالي وما على السلطات اللبنانية إلا الاستفادة من هذه المناسبة كما قال سيد اليوم وليس غدا، لأن إذا أضعنا الوقت تضيع الثروة التي يجب أن تكون خطا أحمر، وهي في الواقع خط أحمر لدى المقاومة، وبالتالي يمنع على العدو استخراج النفط والذي هو بحاجة إليه، والذي هو بحاجة أوروبا أيضا وكل العالم. ولذلك أننا اليوم قادرون على إملاء شروطنا في استخراج حقوقنا وثروتنا من خلال هذه الذراع، القدرات التي راكمتها المقاومة. أنا أعتقد، وكان لنا تجربة منذ يومين في الناقورة لهذه المناسبة لعملية استخراج النفط، وقلنا ثروتنا خط أحمر، ورأينا مدى التجاوب الشعبي الذي لا ينقصه إطلاقا التصميم ولا الإرادة من أجل استعادة هذه الحقوق خلف المقاومة. وعلى السلطات اللبنانية استثمار هذا الدعم الشعبي للمقاومة، وأيضا استثمار قوة المقاومة في فرض الشروط على العدو، وعدم تمييع القضية كما يريد الأمريكي وإفساح الوقت للعدو من أجل أن يعمل أكثر فأكثر في عملية سرقة ثروتنا إذا تمكن. لكن هذه المرة تماما كما قال السيد حسن، لدينا القوة الرادعة التي تمنع العدو من استخراج نفطه، وهذا ما سيحصل إذا منع لبنان أو جرت المماطلة في عملية استثمار الثروة البحرية واستخراجها من أجل إعادة تكوين اقتصاد لبناني قوي، من أجل إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية، من أجل أن يكون لدينا اقتصاد منتج وليس اقتصاد ريعي. نعم سيد يونس. طبعا سيد حسن نصر الله،
تحدث ووضح أيضا وبشكل جديد وبكلمات أخرى معادلة ما بعد كاريش. كيف قرأتم هذه الكلمات في هذا الشق الساخن الذي نتحدث فيه، وخاصة أننا يعني لا تفصلنا مسافة يعني إلا مسافة قريبة بحلول أيلول المقبل؟ البعض يقول إنها رسائل حرب، وآخرون يقولون إنها رسائل طمأنة وثقة ومستقبل وأمل أيضا للبنان. ما رؤيتكم في ذلك؟ تفضل. يعني بلا شك هي رسائل طمأنة، وقد أعلن السيد نصر الله بكل صراحة أنه يرى مستقبلا جيدا وممتازا للمنطقة بالاعتماد على القدرات الموجودة لدى محور المقاومة. أما فيما يتعلق ما بعد كاريش، يعني كل حقول النفط الإسرائيلية أو الفلسطينية التي تستثمرها العصابات الإسرائيلية وكل المواقع الإسرائيلية في فلسطين المحتلة يمكن أن تصل إليها يد المقاومة، وهذا يعني بحسابات بسيطة كما يحسب عادة العدو، يحسب في موازين الربح والخسارة. هو يعرف أنه إذا دخل حرب أو بادر إلى الحرب سوف يهزم، وإذا رفض أن يستثمر لبنان ثروته، هذا يعني أن كل الثروة التي يستثمرها الإسرائيلي هي تحولت إلى أهداف يمكن تدميرها. نعم، ابقى معي سيد يونس وسأعود إليك بعد قليل. سيد نصر الله أكد جاهزية حزب الله لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء اللبنانية مجانا على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك، مشيرا إلى غياب الجرأة السياسية لدى الدولة اللبنانية على هذه الخطوة نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية. إنه في ناس بلبنان بيهددوك بالاستقالة، إنه ما فينا نحمل مازوت إيراني جاي أنت جايبه، هلا مش جايبه مجانا بس جايبه لتبيعه بسعر أقل من سعر السوق مثل ما عملنا. وزيك الطيوين حكينا مع القيادة السورية ومشكورين الجماعة وقبلوا معانا ناخدهم على بانياس ونفوت من بانياس على لبنان. على لبنان بالتأكيد ما حنجيب فيول نجيبهم على بانياس ونفوتهم تهريب على لبنان. ليه؟ لأنه الفيول بالنهاية بدها تاخده من وزارة الطاقة، مش حياخده الشعب اللبناني، وحنيجي نواجه نفس المشكلة. يعني المشكلة مش طريق النقل. لذلك اليوم ممكن أن تكون هناك شركات جاهزة روسية شرقية إيرانية إلى آخره، ولكن أنا أقول لك للأسف الشديد ليس هناك جرأة سياسية في لبنان على هذا الأمر نتيجة الخوف من العقوبات الأمريكية على الأشخاص والعائلات. وتعليقا على قضية المطران موسى الحاج، أكد السيد نصر الله أن نقل أموال من فلسطين المحتلة إلى لبنان هو عمل خارج القانون بغض النظر عن أسبابه، وقال أن افتراض البعض أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت إمرة حزب الله هو كذب وافتراء، وأن حزب الله أخذ علما بقضية المطران الحاج كما أخذه اللبنانيون الآخرون. اليوم بموضوع إسرائيل معلش بدنا نتعاون، بدنا نتفاهم، هذا موضوع ما فينا نتسامح فيه. مع احترامي للبطريركية وللمطارنة ولرجال الدين وللمشايخ والمفتين وأصحاب السماحة والفضيلة والقداسة، والموضوع إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل والمال من داخل الكيان المحتل، هذا موضوع هو خلاف القوانين وخلاف المصلحة اللبنانية. فلذلك هذا لا، يعني مش إنه نحن ما لنا خصة بالموضوع، ما لناش خصة بالتوقيف اللي صار، بس نحن موقفنا واضح. حتى الاستثناء المعطى للمطران انه في رعية جوا وهو بده يهتم بهذه الرعية، في شيء انا قريته منطقي، ليش بده يعطي هذا الاستثناء؟ طيب ليش بدنا نفتح حدود اصلا ولو لحالة واحدة بين لبنان وفلسطين المحتلة، طالما عم بتقولوا لبنان إسرائيل عدو؟ هو في بعض الناس، لو بيطلعوا بعض الناس، يعني ما عم اقول كل اللي اشتغلوا بهذا، في بعض الناس نفاقا بيقول لك اسرائيل عدو، بس هو من جوا لا، هو قناعته مختلفه تماما، اسرائيل صديق وحليف ومستقبل. اذا بنطلع من النفاق هذا الامر يجب ان يقفل.
السيد نصر الله اعتبر أن حزب الله ليس مؤهلا للعب دور الوسيط في اليمن لأنه طرف مع الشعب اليمني، مشيرا إلى أن العلاقة مع السعودية والإمارات لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى أمور سياسية فقط. أنا بعتقد في هذا الموضوع حزب الله ليس مؤهلا لأن يلعب دور الوسط. أحد الأسباب، يعني أحد مش كل الأسباب، أحد الأسباب أن الوسيط يعني يجب أن يمارس ضغطا هنا وضغطا هناك ويطلب من هنا تنازل ومن هنا تنازل ليصل إلى تسوية معينة. هاي الفكرة يعني بالوساطة. ليس هناك ما تطلب من سيد عبد الملك، من الأخ سيد عبد الملك ومن أنصار الله ومن الشعب اليمن أن يتنازل عنه. أصلا هو شو عم يطلب؟ ما هي المشكلة هون، وهي مشكلة أي وسيط. ولا نبني موقفنا السلبي أو الإيجابي على خلفية عقائدية أو أديولوجية أو دينية أو مشاكل. طيب، وأنا بجيب لك شاهد أنه نحن مع السعودية كان لنا علاقات جيدة، وكان السفير السعودي قبل 2005 وبعد 2005 يجي ونلتقي، وإخواننا يروحوا على السفارة السعودية وأنا ملتقي مع السفراء السعوديين إلى ما شاء الله. هذا كله قبل اليمن. السيد نصر الله أشار في حوار الأربعين إلى أن سوريا منفتحة فيما يتعلق بالعلاقة مع حماس، لافتا إلى أن قابلية الأمور جيدة والمسار إيجابي. نحن أكثر جهة يمكن قادرين نحكي مع الكل بالمحور، وحريصين نحكي مع الكل ونجمع صفوفنا لأنه واضح أن المنطقة لوين والصراع لوين رايح. ومثل ما حكيتك قبل شوي نحن شايفين الأمور كلها رايحة إلى خير إن شاء الله. يعني المحاصر هو غيرنا، الخائف هو غيرنا، القلق هو غيرنا. لا، نحن كتير عنا رؤية متفائلة جدا بالمستقبل، بالمستقبل القريب. سوريا الآن منفتحة وهي تريد أن يعني تعيد الكثير من هذه العلاقات. في نهاية المطاف الناس ممكن بعدين تقعد وتتعاتب على اللي صار والماضي والحاضر، لكن المهم هو النظر إلى المستقبل. طيب حضرتك سمحت، أنا بعدك مستمر؟ نعم، بعدك مستمر في هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه الأمور قابليتها جيدة، تحتاج إلى بعض النقاش، إلى بعض الوقت، ونصل فيها إلى خاتمة طيبة. وأعود إلى ضيفي من بيروت الكاتب في الشؤون السياسية يونس عودة. عدة نقاط تحدث فيها السيد حسن نصر الله. دعني أتحدث عن مسألة يعني العلاقات في الإقليم. تحدث عن مسألة علاقة حزب الله مؤخرا وحتى في السابق مع السعودية والإمارات، واستفاض في الحديث في بعض النقاط خاصة في الماضي. ماذا استشفيت من تلك الكلمات؟ هل الأمور يعني في المنطقة على السياق الإقليم في السياق الإقليمي مرشح نحو الهدوء؟ يعني بلا شك أن ما يجري في الإقليم يشي بأن الأمور ذاهبة نحو التهدئة العامة، خصوصا في ضوء الأزمة الدولية، أزمة الولايات المتحدة في تجويع العالم. فبلا شك أن التركيز الأمريكي الآن على الحرب مع روسيا من خلال أوكرانيا وما نشأ عنه من أزمات متعددة، إن كان على مستوى الغاز والنفط والحبوب والأسمدة وما إلى ذلك، والذي تحاول الولايات المتحدة الآن أن تستوعب من جديد وتحاول أن تفكك هذه الأمور، لكن على ما يبدو أن الصراع هناك يتنامى أكثر فأكثر وأيضا مع الصين. لذلك هذه المنطقة ليست في أولويات الولايات المتحدة إلا من حيث تخريب العلاقات الموجودة فيها بعد جولة بايدن الأخيرة التي لم تلقى ما تريده الولايات المتحدة من إيجابيات لسياستها هنا، والتعاطي الذي حصل تجاه العقوبات مع روسيا، وأيضا على صعيد القضية الفلسطينية ومحاولة جر السلطة الفلسطينية إلى اتفاقات إبراهام. أنا أعتقد أن المنطقة، الوعي في المنطقة أيضا بات أكثر في رؤيته للولايات المتحدة والدور الذي تلعبه والتخريب الذي تلعبه في المنطقة، ولذلك التجاوب مع السياسات الأمريكية سوف يتراجع، وهو على تراجع مقابل نمو وتماسك وتعاضد
حلف المقاومة إذا جاز التعبير، وأيضا الدول التي يعني يمكن أن تكون صديقة أو حليفة، وهي تمتد من لبنان إلى إيران إلى موسكو الآن، وأيضا الصين، وإن كان بعض الموقف الصيني حتى الآن لا يزال متبلور غير متبلور بصورة نهائية. المنطقة ذاهبة، وأنا أثق بما قاله السيد حسن نصر الله، أن المنطقة ذاهبة إلى مستقبل واعد، وهذا المستقبل من صنعه؟ صنعه الذين يقدرون على هزيمة إسرائيل التي هي أساس المشكلة في المنطقة، وبالتالي العلاقات السعودية مع المقاومة مع حزب الله كما وصفها السيد حسن، يعني هي هناك مشكلة سياسية، نعم، وليست عقائدية كما يشيع البعض وخاصة الأمريكيين والإسرائيليين، نعم، يعني على وجه الخصوص في ذلك. إذا هناك دور لحزب الله بلا شك، دور للمحور، دور ربما في عقلانية ومراجعة بعض دول المنطقة. تحدثت عن تعاضد محور المقاومة، وفي هذه النقطة تحدث السيد حسن نصر الله عن دوره شخصيا ودور حزب الله أيضا بشكل عام في رأب الصدع، رأب المشاكل السابقة بين دمشق وحماس. ماذا قرأت في تلك الكلمات؟ يعني بكل بساطة أن حماس أعادت قراءة الواقع، وجدت يعني استشفت، لا بل أكدت على أن مصلحة فلسطين، مصلحة الشعب الفلسطيني، مصلحة المقاومة الفلسطينية في أن تكون يعني على في حالة أكثر من توافق مع سوريا. المسألة أن وقد أعلنتها حماس بكل الأحوال، وكما قال السيد حسن يعني أن سوريا هي الحاضن العربي الأول لحركات المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق المقاومة الفلسطينية عام 65، وكل الحركات وكل التنظيمات كانت سوريا هي الحاضن الرئيسي لها، وأيضا ومن ضمن هؤلاء حركة حماس التي كان لها يعني صدى كبيرا عند انطلاقتها في فلسطين والاحتضان السوري لها. وبالتالي بعد المراجعة التي قامت بها قيادة حماس، وعلى ما يبدو أن هناك إجماع على إعادة توثيق العلاقات مع سوريا، لكن كما كذلك أن الوضع في سوريا حتى الآن غير جاهز بشكل نهائي، ولكن المسار يتجه إلى عودة العلاقات، ربما ليس طويلا هذا المسار، ربما بضعة أسابيع. نعم، السيد حسن نصر الله أتى أيضا في حديثه على ملفات داخلية لبنانية، ذكر منها طبعا ملف المطران موسى الحاج، وقال أن تفاعلاته يعني تسير نحو مسار خطير يهدد الدولة. كيف قرأت مقاربته لهذا الملف؟ نعم، هي مقاربة واقعية، خصوصا أن لا علاقة للمقاومة بهذا الموضوع أطلاقا، وبالتالي الحملة السياسية الناتجة عن توقيف أو اتخاذ قضية تفتيش المطران الذي وجد معه 20 حقيبة، يعني هذا يعني عدد هائل من الحقائب أن تنقل من فلسطين إلى لبنان وفيها أموال من عملاء، يعني هي قضية قضائية يفترض أن توضع في هذا الإطار فقط، لكن تطييف القضية ودفعها وتشويه الأسباب الحقيقية وتضييع الأسباب الحقيقية تحت عنوان حماية المطران أو حماية العملاء لنقول، هذا شيء خطير، وبالتالي يدفع البلاد باتجاه مسار خطير جدا. بدل مثل ما قال الباتريارك مع كل الجزيل وجزيل الاحترام أنه فليبحثوا عن العملاء في مكان آخر، أنا أقول فليبحث عن يهوذا الأسخريوطي في مكان آخر، الذي هو موجود ومن والذي هو خان السيد المسيح وسلمه ليلة العشاء السري، فليبحث، وهو كان من تلامذته والاثني عشر. وبالتالي أنا أعتقد أن التوصيف فلتخرج هذه القضية من التوجيه السياسي ومن التحريض الطائفي المذهبي إلى المسار القضائي، إذا كانوا يريدون قضاء
وهم طالما كانوا يتغنون أنهم يريدون هذا القضاء فليتركوا القضاء، ولا أن يحولوا كل طائفة أو كل جهة سياسية إلى مزرعة تتناتش الدولة ويضع خطوطا حمر على هذا المرتكب أو على ذاك الفاسد. أنا أعتقد أن الأمور يجب أن تعود إلى المسار القضائي وأن توضع في مسارها القضائي. المسألة ليست مسألة كنيسة، المسألة ليست مسألة رعية، المسألة مسألة عمالة لإسرائيل ونقل أموال. وقد أعلن بالأمس، إذا كان الرقم دقيقا، وزير الحرب الإسرائيلي أنه تم تخصيص 60 مليون دولار ل400 من عملاء الأحد، يعني بمعدل 150 ألف دولار للشخص الواحد. يعني كيف ذلك بعد أن كانوا يذلون في الكيان الصهيوني ومنعوا من دخول المستشفيات ومنهم من احتاج لقمة الأكل؟ الآن يتفق الخير 150 ألف للشخص، وبالتالي لكل هؤلاء الأشخاص أصدقاء ومعارف وأقرباء في لبنان، يمكن أن نشهد عملية تجنيد جديدة لصالح الكيان الصهيوني، يعني إنشاء ميليشيا جديدة تؤتمر في اللحظة المناسبة. نعم سيد يونس. سيد نصر الله أكد جاهزية الحزب لجلب الفيول الإيراني إلى معامل الكهرباء اللبنانية مجانا، ونعلم بأن الكهرباء في لبنان صفر حاليا. تحدث أيضا عن ضرورة وجود حكومة لبنانية قوية وقادرة ووطنية. هل ما زال التخوف من العقوبات الأمريكية قائما في ظل كل هذا التراجع؟ كنا نتحدث عن التراجع الأمريكي، الآن بات واضحا على مرأى الجميع، فهل ما زال التخوف قائما؟ المشكلة أن الساسة اللبنانيين أو جزء كبير من الساسة اللبنانيين، يعني لأنهم لا يعرفون حقيقة معنى السيادة، وهم يتحدثون عن السيادة بشيء ويخافون أن يخرجوا عن طوع الولايات المتحدة أو ما يمكن أن يزعج الولايات المتحدة، أو يتصوروا أنه يمكن أن يزعج الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقوم الآن بالمفاوضات، ربما يعني معقدة مع إيران عبر طرف ثالث، يعني المفاوضات غير مباشرة، وهم يخافون من الولايات والولايات المتحدة تبغي ربما أحد مطالبها أو أحد أهدافها أن تأخذ نفطا من إيران، وهنا يخافون أن يزعج ذلك الولايات المتحدة. يعني بكل بساطة هؤلاء لا يعرفون أو لا يميزون بين السيادة الوطنية أو القرار السيادي بما ينفع شعبهم وبما هي مصالحهم الخاصة التي ترتبط ارتباطا بات عضويا على ما يبدو للولايات المتحدة، من خلال وعود، من خلال استثمارات، من خلال تلوين مستقبل البعض أو محاولة أن يكون لهم دور مستقبلي، وخصوصا أنهم طالما ارتبطوا وأعلنوا عن أنفسهم أنهم غربيون وهم لا ينتمون إلى هذه البلاد. من المؤسف أن هؤلاء لن يقدموا على ذلك، لذلك بات المطلوب حكومة وطنية يعني تنتمي إلى هذا البلد، قادرة على أن تقول لا لمن يضغط على الشعب اللبناني بأي طرف ويحاول أن يحاصره، ويحاول أن يحاصره وأن يجوعه، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن نصل إلى هذه الحكومة؟ أنا أعتقد أنه في الظرف الحالي ربما إذا كان هناك من شجاع ما أن يقدم على هذه الخطوة. أشكرك من بيروت الكاتب في الشؤون السياسية يونس عودة على انضمامك معنا. في تونس أغلقت مراكز الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد، وبدأت عملية الفرز. بعد سنة من العمل بالتدابير الاستثنائية وحل مجلس نواب الشعب وتعليق العمل بالدستور، يأتي استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في ظل تزايد الخلافات بين المعارضة والموالاة. عماد شطارة. 25 من جويلية، من ذكرى الاحتفال بعيد الجمهورية،
إلى تاريخ لاستفتاء الشعب في دستور جديد للبلاد. يقول الرئيس قيس سعيد إنه يقطع مع ممارسات عرفتها البلاد منذ عقود ويؤسس لدولة العدل والقانون. نحن نريد أن نعيش في بلد حر كامل السيادة، ويكون المواطن فيه حرا، والحرية ليست مجرد بنود في القوانين أو في الدساتير، بل إن الحرية ممارسة حقيقية، والعدل ليس شعارا ولكنه ممارسة حقيقية كل يوم. تصريح للرئيس سعيد في قلب مركز الاقتراع يذكر بما عرفته البلاد من سجال سياسي، ويحث فيه التونسيين على الإقبال على التصويت بكثافة، اعتبرته منظمات المجتمع المدني خرقا صريحا للصمت الانتخابي. بالنسبة للتنظيم نتصور المكاتب ماشية في أحسن وجه، بالنسبة للناخبين يتوافدوا قاعدين يتزايدوا. لاحظنا تأخر في إعداد وسائل والانتخاب، معناها كالأوراق والمواد الانتخابية الكل، تأخر طفيف في فتح مكاتب الاقتراع للمواطنين. رغم محاولات ثني التونسيين عن الإقبال على التصويت والسجالات التي حصلت بين مؤيد ومعارض أو التجاوزات التي حصلت، يبدو أن توافد التونسيين إلى مكاتب الاقتراع يعد مقدمة لتوجيه رسالة واضحة للنخبة السياسية، ويفتح البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة. إلى الشعب صاحب السيادة تعود الكلمة الفصل لحسم جدل سياسي قسم البلاد لسنة كاملة بين داعم للمسار ورافض له. عماد شارة، تونس، الميادين. ومعنا من العاصمة التونسية مراسل الميادين مراد الدلنسي. مراد، مساء الخير، ما جديد عمليات الفرز حتى اللحظة؟ متى يتوقع أن تصدر أيضا النتائج الرسمية، وهل صدرت أي تعليقات وتصريحات من قبل الجهات الرسمية والسياسية في تونس؟ نعم أيهم، نحن الآن في شارع الحبيب بورقيبة، حيث يمكن أن نشاهد بعض التجمعات أو بعض المواطنين تجمعوا. كان هناك أيضا العشرات يحتفلون بما اعتبروه نجاحا لهذا الدستور، هذا على صعيد الشارع. أما ما حدث في العملية الانتخابية، المكاتب أغلقت أبوابها الساعة 10 بالتوقيت المحلي بعد يوم انتخابي طويل. النتائج، سواء النتائج النهائية لعدد المشاركين وهو رقم ينتظره الجميع ومهم جدا، لم تصدر بعد. هيئة الانتخابات في أي لحظة من الآن ينتظر أن تعقد ندوة صحفية للإعلان عن العدد النهائي للمشاركين، بعد أن أعلنت عن تقريبا 22% حتى الساعة 7:30، ولكن بكل تأكيد هذا الرقم قد ارتفع لأنه قبل ساعتين ونصف من إغلاق مراكز الاقتراع. والنتائج النهائية والأولية لعملية التصويت ستبدأ بالصدور بداية من مساء يوم غد. الآن تصدر نتائج جزئية من مكاتب الاقتراع، يعني مكاتب اقتراع بها بضعة مئات أو بضعة آلاف في أحسن الأحوال. من الواضح أن النتائج ب90% تقريبا لصالح الدستور، صوتوا بنعم والبقية بلا، يعني من الواضح أن الأرقام ستكون في هذا الاتجاه. أقول هذا الكلام لأن مؤسسة صبر الآراء، مؤسسة وحيدة إلى حد الآن، قدمت أرقامها على الساعة 10 بعد إغلاق صناديق الاقتراع. الأرقام هي 92% من المصوتين صوتوا لصالح الدستور مقابل 7.7% ضد هذا الدستور وصوتوا بلا. إذن من الواضح ومن المؤكد أن الأرقام ستكون في هذا الاتجاه، أي أن المشاركين في الاستفتاء الغالبية العظمى أكثر من 90% صوتوا لصالح هذا الدستور، ولكن تبقى نسبة المشاركة وهي المهمة والتي ينتظر الجميع أرقام هيئة الانتخابات بعد قليل ماذا ستقول. ولكن استطلاعات الآراء، وأقول أرقام غير رسمية استطلاعات الآراء، تتحدث عن حوالي 25% من الجسم الانتخابي قد شاركوا في هذا الاستفتاء.
بكل تأكيد إذا ما صحت هذه الأرقام يعني أن الدستور نجح، وهذا المنتظر وهذا المؤكد، بطبيعة الحال ستفتح مرحلة سياسية جديدة ومهمة، لأنه مهما كان أعداد المصوتين فالدستور سيمر، وبالتالي يمكن القول أن بعد الإعلان عن النتائج النهائية ستبدأ البلاد مرحلة سياسية مهمة بدستور جديد، ويواصل الرئيس قيس سعيد مشروع 25 من جويلية بدستور جديد. ولكن هذه الأرقام التي ستصدر أو التي صدرت بشكل غير رسمي الآن ستكون مقدمة لسجال سياسي بدأ منذ الآن. أنصار الرئيس يقولون أن رقم 25% من الجسم الانتخابي شاركوا في الاستفتاء يعتبر رقم جيد، أو حتى 30% أو ما بين 25-30% يعتبر رقم جيد، باعتبار أن هيئة الانتخابات فتحت الباب أو سجلت كل الجسم الانتخابي بشكل غير اختياري، وهذا ما رفع من عدد المسجلين في القوائم الانتخابية إلى 9 ملايين، وهو الرقم الأكبر منذ 2011، وبالتالي هذا أثر على نسبة المشاركين في الانتخابات، لأنه في الانتخابات السابقة كان الجسم الانتخابي يحتوي على 7 ملايين أو أكثر بقليل من المصوتين، والآن حوالي 9 ملايين، وبالتالي أثر هذا الأمر على أعداد المصوتين، وبالتالي يعتبرون أن هذه نسبة المشاركة تعتبر مهمة جدا. في المقابل المعارضون أو المقاطعون يعتبرون أن هذه النسبة تدل على أن ليس كل الشعب التونسي أو ليس الأغلبية من الشعب التونسي هو مع الرئيس ومع هذا الدستور، وبدأوا يتحدثون أو يستغلون هذه الأرقام سياسيا. إذن هي مقدمة لسجال سياسي جديد. وفقط أيهم، لو بعين الكاميرا نشاهد المشهد عن قرب للاحتفالات في الشارع الرئيسي للعاصمة، المئات يهتفون ابتهاجا بما يعتبرونه مرورا للدستور بأكثر من 90% حسب أرقام صبر الآراء، ويرفعون بعض الشعارات المؤيدة لمسار 25 من جويليا. نعم، أنا نستمع إلى بعض الهتافات أيضا. نعم نعم، الصورة واضحة. إذن بانتظار أي جديد مراد الدنانسي في حال صدور النتائج الرسمية. أنا أشكرك على هذه الرسالة مراسل ميادين، كنت معنا من العاصمة التونسية تونس. تذكير بالعناوين: لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة. السيد نصر الله للميادين: لدى المقاومة قدرة بحرية دفاعية وهجومية كافية لردع العدو، وتل أبيب لن تستطيع استخراج النفط قبل حصول لبنان على حقوقه. السيد نصر الله للميادين: سوريا مفتحة على العلاقة مع حماس، ويقول أن حزب الله مع الشعب اليمني وليس وسيطا بين أنصار الله والسعودية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن ما حصل على خلفية قضية المطران الحاج لن يبقي دولة ولا مؤسسات ولا قضاء، وهو مسار خطير وليس لحزب الله أي علاقة بالقضية ولن يتدخل فيها. بدء عمليات الفرز بعد إقفال صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور في تونس، ونسبة التصويت تتجاوز 21%. باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية الميادين .net، موقعنا على الإنترنت، موجز أخباري على رأس الساعة.